اكيد احلى استوديو الخاتون واحلى الغاليه صاحبه العدس المتالقه منال الغاليه، اكيد احمد البياتي المدلل صاحب احلى عدس تصوير. عزيزي المستمع الكريم جديد وحصل على اليوتيوب لعيون الغالي فراس الموله واحلى تسجيلات الوسام. الله شوازاني وكبرت بساع شوازاني وكبرت بساع وانا ادري العمر سفرا اش محلاها من ارد للبيت ماخذ عشرة من عشرة. هاي صدام الغالي اجبور وعز اجبور صدام المدلل التربية ورجال التربية. مو وقت مو وقت الفرح لا يمر يمنا مو وقت الفرح لا يمر يمنا علي من نضحكو مدفونة ومنا لا واحد فقدنا وقال ايتام لا واحد فقدنا وقال ايتام اشو حتى الاخو ما شال همنا لا 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 لا, لا. لولي يوم ساطل علي اش كثر والله لا 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 يمه معدله وما في يوم ساطل علي اش كثر لولي يما معدلة أو ما بيت لولي يما لك رد بعد للدار لولي 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 أظل انعاش كل صبح ومسير يا بجو القاع صاروا يا بجو القاع صاروا هاي ذرة يا والعاد اسمعني يا اخي حج اسماعيل جو القاع صاروا يا راجل علو يا راجل علو يا راجل علو جو القاع صاروا صار اعمت النظر لي ما زلم صار يا بثجيل فراقهم يا يابا يا ابو غنام يا خي ثجيل فراقهم اي والله يا بثجيل فراقهم ليه كان صاروا صار ولد الباب دار منهم غثاء يا والعاد يا صبر ايوب نصبر على الغالين يما يولي